Caravan ist es einfach. Schon mal die Vorhalte. المشكل ديالها انها ما كتسخنش هذه الريزيستونس شونجينا لها الريزيستونس الريزيستونس ديالها كتسخن فاش كتضربها بالديريكت وكتعبرها خدام ها هي كاين شويه السخونيه هذه لاسوند هي اللي باقي نشكل فيها ديال بيكو كما كتشوفوا هي لاسوند باقي نشكل فيها عبرتها مزيان عبرتها بالميتريكس كتعطيك 8 اوم خيره إذا كيبقى لنا المشكل الحماق ديال المشكل هو اللي شويه حمقنا يلا كتبغي تسخن وكتقطع اذا لاسوند كتقطع ما كتخليش السخونيه تكمل كما كتشوفوا هادي هادشي اللي كاين في لافيسيل هذا موتور هادي البومبه اللي كديجاجي الماء هادي بلاصه الملح فين كتعمر الملح هادي كوندنساتور ديال الموتور هادشي اللي كيكون في لافيسيل كل لافيسيل كيدايره كل ماركه شنو كيكون فيها احنا عندنا المشكل ديال لافيسيل ما كتسخنش الماء وقينا مشكل في الريزيستونس مزيانين ولكن كان مشكل في لاسوند كتوصلها هاي شويه ديال الحراره كتقطع ان شاء الله نشوفوا شي لاسوند اخرى ديال البيكو ونبدلوها ويكون خير نخليها نشوفوا الماكينه دابا غنوقفوا الماكينه ونقولوا نديماريوها اول حاجه فاش كنديروا شي عمليه بالنسبه للفيسيل كنردوها ل 50 دوغري بالنسبه للبيكو وكنبقاو باركين على بوز باش كدير واحد 3 سكوند باش كتفيدو ندير الفيدونج عاد كتولي تبدا من جديد البروغرام ما غادي تشوفو معايا كتخوي كدير الفيدونج كما كتشوفو انا زاد كدير الفيدونج تشعل البوله حمراء كتعيط تقول لك راه بان درت فين بالنسبه لهاد البطونه فاش كتكون شاعله ديال الملحه خصك دير لها الملح يا سي هذا البروغرام ديال نص ساعه هو هذا بالنسبه اللي كيسوق على البروغرام ديال 30 دقيقه في بيكو قرب هنا شويه تبان واحد المينيتري تما 30 دقيقه بالنسبه للتحتانيه 35 دوغري والفوق في وسط الساعه 30 دقيقه باش كتسالي كتعطي لك فين بالحمراء دابا تاني سالات اذا كنردو البروغرام الزيرو وكنوليو نديروه كل واحد اي بغيتي كاين ليكونومي كنديرو حنا في ليكونومي وكنديرو بلاي كما كتشوفو خاوية دابا شوية تبدا تدخل الماء وتخدم ان شاء الله